لا والله بعد ماكو طلع، احنا راح نتفرغ لانه انا مهنه التصوير بعد عفتها. دقيقه حجي، هاي بعد قعدتنا احنا راح نقعد بالبيت تفرغنا، راح نساعدك نسوي لك اكل، بدنا نشتغل بالبيت ما دا اطلع برا. هذا هسه وجبه الغداء، دا اساعد الوالده على الغداء. والله ما خلصت شغلي من المطبخ، اتجهت هسه غرفتي الخاصة، أخلص شغلاتي، أغسل هدومي، قاعد بالبيت لا أقدر أطلع لا أقدر أطب، الوضع كلش يعني مو تمام. وأنصحكم لا تطلعون برا لأن هاي كورونا مو لعب، حفاظا على صحتكم وسلامتكم.